موقع أنا السلفي. السلام عليكم وبركاته. إمام زاد في صلاة الظهر، قام للركعة الخامسة، بعضنا جلس ولم يتابع الإمام وسبح، والبعض الآخر قام. الشيخ الألباني بيقول عليك متابعة الإمام في الزيادة، وبيقول الذين جلسوا صلاتهم باطلة. أنا ما أعرفش الكلام ده إن الألباني بيقوله، لكن أقول لأنهم لم يتابعوا الإمام، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا. أنا لا أعلم قائلا بهذا قبل الشيخ الألباني لو صح أنه قال ذلك، والذي لا شك فيه أنه لا يتابعه في باطل. هذه الركعة الخامسة باطلة، ولا يجوز أن يقوم ولو كان على علم، ليس جاهلا ولا متأولا واخذ الفتوى الباطلة دي، يبقى صلاته باطلة. وأما إذا كان يظن وجوب المتابعة فصلاته صحيحة لجهل ولا ناسيا طبعا، لأنه ممكن يكون تتلخبط فقال الإمام هو الصح مش العادي. يجلس منفرد بالصلاة ولا ينتظر؟ يجلس لغاية ما الإمام ينزل، ده الأفضل. وإذا شق عليه وطال يبقى ممكن ينصرف.